This tutorial will be in Arabic. Chapter 12 بقى. احنا طبعا كنا وقفنا في المرة اللي فاتت عند ان احنا خلصنا Chapter 11 اللي هو بيتناول كل الفاندامنتلز بتاعت الماث اللي ممكن تتعرض ليها في المراحل السابقة. من اول هنا هنخش في الجد بقى، هنبتدي مع السات كورس اتسلف بقى. ازاي الكلام ده؟ يعني هنشوف اول حاجة فيه هي موضوع الجبرة. الجبرة فيه اتنين شابتر هيتناولوه، شابتر 12 وشابتر 13. شابتر 12 هيتناول الجبرة العادية اللي هي لغاية جريد 9 و 10 وكده، لكن الشابتر اللي بعده اللي هو 13 هيكون اوسع من كده شوية، وبالتالي هنحس ان احنا دخلنا في الادفانسد الجبرة مع الشابتر 13. طب شابتر 12 بيتكلم في ايه؟ انا طبعا في شابتر 12 هناخده غالبا على 2 اور 3 كورسز او 2 سيشن او 2 توتوريالز. فهيتعمل ازاي؟ هو بيتكلم في اول حاجه عن يعني ان جنرال عن الايكويشنز، ازاي احل الايكويشنز وخاصه الوردنج بروبلمز. وبيقول لك مثلا كبريف، طبعا هنشرح الكلام ده بالتفصيل بس بدي اوتلاين للموضوع، هيشرح بالتفصيل لما تيجي تقرا مساله كوردي بروبلم ازاي تعرف تحول التكست الى اكسبريشنز. ده التكست اللي بيجي لك في البروبلم تحوله ازاي الى اكسبريشنز، ماشي، بحيث تقدر تحل المساله. طبعا ده هيتخلله انك انت تكون عندك فكره ازاي هاو تو سولف راديكال ايكويشن كذا مثلا ايكوال 35 وات ايفر، ازاي تعمل سولفنج للايكويشن ديت. كمان الراشنال ايكويشنز هتحلها ازاي، اكستريونس سوليوشنز اذا كان في اجابات كتيره وفي اجابه منهم مش مقنعه تبقى خارجه عن المعروف او المألوف، ماشي. كمان هنعمل سولفنج اكسبريشنز معينه، يعني مثلا لما يجي يديك فور تشويسز بيقول لك انا عايز الاكسبريشن اللي بيقول اكس ماينس 3 ايكوال كام، ما يقولكش هات فايند اكس، هيكون في اي بي سي دي من ضمنهم هو عايز الاكس ماينس 3 وليست الاكس نفسها. كمان solving of simultaneous equations ان انت عندك equation number 1 و equation number 2 وازاي تحل ال 2 equations دول، برضو ده هنتناوله بالتفصيل. solving for variables برضو هيكون في بعض اللي هتناوله بالتفصيل في الجزئية ديت اذا كان في variable او مشابه. وبعدين ده هيكون نهاية lesson اللي انا فيه دلوقتي، ده هنكتفي بيه هنا. بعد كده في الدرس الجاي ان شاء الله هنخش في الانيكواليتيز والرينج بتاعها. طبعا الانيكواليتيز اللي احنا عارفينها اللي هي not equal bigger more greater than or less than، وكمان هنخش في الرينجز ورايتنج يور اون ايكويشنز، سمبليفاينج اكسبريشنز، ملتيبلاينج باينوميلز، وكومباين سيميلر تيست فيرست، وكمان ايفالويتنج اكسبريشن كوادراتيك ايكويشنز. ده غالبا هيكون الدرس الثاني، وبعدين هنخش في بقيه المعادلات او الايكويشنز بعد كده، فاكتورنج الكوادراتيك وازاي نعملها، سولفنج كوادراتيك سيت تو زيرو، ايماجينري كومبلكس نمبر، غالبا ده هيكون في درس الاخراني. يبقى احتمال حسب ما نشوف الوقت بتاعنا عشان هندي اكزامبلز كتيره ان احنا هنخلي الشابتر 12 على 2 او 3 سيشنز حسب عدد الاكزامبلز اللي ايه هنتناولها. اوكي، نبتدي في الجزء الاول من شابتر 12، بنخش نعرف معنى الكراكينج سيستم بتاع الجبرة. هنتناول ايه في شابتر 12 بالظبط؟ فهو بيتكلم هنا ان انت هتكون عن سيمبل اريثماتيك كونسبت وذ مور كومبلكس الجبرا كونسبت، ماشي. فده الليفل الاولان اللي احنا هنكون شغالين فيه، وبنتناوله يعني من اول جريد 8 اند جريد 9. ده غالبا الحاجات اللي اتعلمتها في جريد 8 و 9 هنعملها ريفرشمنت، وهي ادفانسد شويه بالنسبه للناس اللي ايه اللي نسيت الكلام ده، لكن الناس اللي فاكراها ان شاء الله هتكون حاجه بسيطه جدا. وبناء على هذا الكلام هنعرف ازاي نحل الوردنج بروبلم زي ما قلنا من شويه، ان احنا لما نشوف الكلمات اللي على اليسار هنا في الورد بروبلم ازاي نحولها لاريثمتيك. تعال ناخدها بالتفصيل. اذا شفت از وار وير ديد داز كوستس، يعني سمثينج ايكوال احمد يعني هاز كذا على طول، او الكوست بتاعت الماوس اللي بشتريها تكلفتها كذا على طول بكتب ايكوال عليها. وات لما يسال على فاريبل معين بيديني وات از ذا فاليو اوف كذا، وات از ذا فاليو، على طول تعرف ان هو بيتكلم على الفاريبل اللي هو حاطه في المعادله. انت ممكن ما يديكش الفاريبل، انت بتفرضه اكس او واي او ما شابه، هو ده اشهر
افتراضيات. More and some هي plus و less difference هي subtract أو minus. Sometimes of sometime of أو time أو product دي معناها multiply, ratio, quotient, out of يعني واحد جاب 5 out of 10 يبقى على طول ده division. خلاص يبقى دي كده باختصار يعني. ماشي. بعد كده الاكسبريشنز بتاعتي بيقول لك ازاي تقدر تدي اكزامبل زي ده, يعني يديك 18 minus 2x and 5y are terms in equation كذا. فلما اداني اكزامبل زي كده قدرت اعمل منهم الاكويشن بتاعتي ان ده ايكوال لده على طول. اوكي. بعد كده الفاندمنتالز اوف سات الجبرا بنتناولها بالتفصيل, اللي هي زي solving for x او solving for y. ساعات تبقى الايكويشن الواي على اليمين او على الشمال, هو بيقول لك solving for x يبقى عايز x بتساوي كام في الاخر, تكون y هنا في الترم الثاني. اذا قال لك solving for y يبقى عايز y على اليسار وعايز x في الناحيه الثانيه, ده اسمه solving for x solving for y. هنشوف بقى نخش في الاكزامبلز عشان نقدر نتخيل اللي احنا بنقول ده. if x 2x minus 15 equals to 35, what is the value of x؟ خلاص ده solving for x صراحة يعني. طبعا احنا بمنتهى البساطة ودي حاجات بسيطة جدا بنعمل plus 15 plus 15 هتطلع 2x equal 50, يبقى sim divide by 2 each side تطلع x. ده كده زي تسخين للموضوع. طيب تعال نشوف مسألة من المسائل اللي تفرق من واحد. هنا بقى التريك, واحد ياخدها يحل المسألة دي في 3 seconds, واحد يحلها في 5 minutes, وبتاع ال 5 minutes ممكن يغلط على فكرة, لكن 3 seconds لان تكون يعني الذهن حاضر كده شوية وانك فريش وانت بتحل. هنا بيقول لي عنده اداك مسألة كبيرة او كده وقاعد يحكي لك كل بارامتر عبارة عن ايه, بيقول لك الاي معناها كذا, التي اي معناها كذا, التي دي معناها كذا. ما تقراش كل ده, مش لازم, مش هيفرق معك حاجة انك تقراه. انت شوف الاول الشويسز بتاعته ايه وعايز ايه. بيقول لك هنا, بيقول لك ادي الشويسز اللي قدامك. يعني انت لما تشوف مساله كبيره كده فيها تكست كتير ما تحاولش تقراها قوي قبل ما تشوف التشويز. التشويز انه عايز يشوف التي سولف فور تي دبليو, يبقى دي اسمها ايه, سولف فور تي دبليو, دي اسمها كده. يعني ايه, اخلي كل البارامترز في ناحيه والتي دبليو في ناحيه, خلاص يبقى مش لازم اقرا كل الكلام اللي فات ده خالص خالص, ملوش لازمه. طيب التي دبليو موجوده فين؟ التي دبليو موجوده مره واحده هنا, يبقى بالعقل كده التي دبليو دي تحتها ايه او فوقها ايه؟ فوقها في, يبقى لازم هتكون التي دبليو هتساوي حاجه كبيره قوي 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 كده على في, صح؟ او فوق في على حاجه كبيره, عفوا, هتساوي التي دبليو هتساوي في فوق على حاجه كبيره. كل اللي فات ده صح انا غلطان, لان التي دبليو مش مضروبه في, مقسومه عليها واحده فيهم مقسومه على الثانيه, صح؟ لما اعمل كروس برودكت. وبناء على هذا الاساس من غير ما ابص في المساله ولا اقرا التكست ده كله هكون عارف ان انا لو انت عايز تعمل solving for تي دبليو يبقى تي دبليو هتساوي في فوق على something very big اللي هو كل الدنيا دي, صح؟ تعال نشوف الاربعه تشويسز اللي عندنا. الاولاني لقى تي دبليو اتضربت في كلام كبير او كده, ده طبعا غلط. نفس الكلام اتضربت في حاجه كبيره هنا, نفس الكلام اتضربت في حاجه كبيره, لكن هنا لا بقى, هنا اهي زي ما توقعنا. لو انت جبت الفي هنا اهي بالمنظر ده هيبقى الاجابه بتاعتك تي دبليو, تي دبليو على في ايكوال 1 على الكلام ده كله. فعلا ده الواقع, الاجابه هي دي. يبقى ده الفرق بين واحد هياخد فيها 5 minutes وواحد هياخد فيها 5 seconds, وبتاع ال 5 seconds هو اللي هيحلها صح. فدي محتاجه سرعه بديهه شويه, وحاول اي مسائل كبيره زي كده ما تقراش. هو حتى هنا بينصحك ما تحاولش تقرا التكست والتعريفات والديفينيشنز بتاع التي دبليو هي ايه والدي هي ايه, ولا استفدنا حاجه من تعريفاتهم ببعض, صح؟ هو مش اتس نوت فيزكس بروبلم, هو ده كله فيزكس على فكره. اللي هيقرا المساله دي ليها علاقه بسخونيه الميه والايفابوريشن ومش عارف ايه وحجم الميه والفوليوم بتاعها, كل ده مش هيفيدك بحاجه. هو عايز منك اجابه من اربعه, خلاص؟ يبقى سرعه البديهه ان التي دبليو على في تدي 1 على كذا, هي دي الاجابه السليمه. ماشي. طيب هوديك يعني لو انت عايز تقرا هنا التفصيل بتاعها بيوريك حلها ازاي والكلام ده كله. يمكن هو خد فيها وقت حتى هو بيشرح وانا مش مقتنع بال, طبعا كلامه سليم مش غلط, بس انا بقول لك سرعه البديهه كانت تقول على طول ان انت تحط الانسر كده وتقول هي دي الاجابه الوحيده اللي تنفع, صح؟ طيب
solving of radical equations. ازاي احل radical equations؟ كلنا عارفين radical هي ايه، ماشي؟ ازاي نحل radical equations؟ radical equations زي المسألة اللي قدامي دي، 7 square root x minus 24 equal كذا. اول حاجة طبعا 7 square root of x minus 24 equal 11. طبعا لو واحد حيلها step by step هياخد وقت، لو واحد هيستعمل mental وسرعة البديهة هو اللي هيحلها صح واسرع. اتفقنا الماث is a challenge, time challenge. مين الوحيد اللي في سكوير روت وما يديش ويدي في النهايه؟ طبعا لما تخليها كده 7 سكوير روت اوف اكس ايكوال كام؟ 35. فنعدي في 24 الناحيه الثانيه، يبقى اكيد السكوير روت مش هيظهر في الريزلت، مفيش سكوير روت في الريزلت، لازم يكون نمبر ليه سكوير روت. النمبر الوحيد اللي ليه سكوير روت هو 25. يبقى انت وانت مغمض ما ينفعش احط سكوير روت اوف 5 تحت سكوير روت اوف 5، ما ينفعش احط سكوير روت اوف 7 تحت سكوير روت ثاني، ما ينفعش احط سكوير روت هنا تحت 5. الوحيده اللي ليها فاليو هي دي، لان السكوير روت بتاعها سكوير روت اوف 25 ايكوال 5. 5 هنضرب في الكلام ده يدي 20. اذا انا لو كنت مثلا عملتها بتجربه 7 سكوير روت اوف اكس، شلت الاكس وحطيت سكوير روت اوف 5، يعني هرب دي ما تنفعش خالص، مش هتيجي. وكذلك دي وكذلك دي هيطلع ارقام فيها سكوير روتس، الوحيده اللي تطلع فاليو تحت السكوير روت هي دي. يبقى دي برضو واحد هيحلها في 1 سكند، واحد هيجرب الاربعه او هيحل الايكويشن هياخد وقت اطول على الفاضي، لانه هيكون التاني خلص وخد المساله اللي بعديها. خلي بالنا انه دايما بيديني مسائل قصيره جدا، ده اللي بيخلي واحد يجيب 800 في الماث والتاني بيجيب 700 بلس. هو الفرق بينهم في التريكات اللي بيقول عليها دي ليه؟ لان التاني هيجي في المساله اللي محتاجه وقت وهيفكر فيها وهيحلها صح. في مسائل بتاخد وقت في التفكير، لكن في مسائل مش محتاجه وقت خالص زي دي وزي اللي فاتت، خلاص؟ فاحنا بنعلم ازاي نحل التريكات دي باسرع ما يمكن. طيب solving of rational equations. rational equations زي المساله ديت، لما يكون في denominator ونومينيتور وفي كمان الناحيه الثانيه نفس الكلام. طبعا دي هيكون في multiplication لكريس كروس كده وبعدين نحل. فطبعا نخلي بالنا من حاجه بقى يا جماعه، الناس هتفرح اول ما تطلع الفاليو، وتطلع الفاليو تطلع الار بتساوي 2، وهو مش عايز الار، هتختار انت التو. طبعا ده تراب كده، خلاص خدت مش هتاخد الدرجه. هو مش عايز التو، هو عايز التو اوفر 3. لو كانت طلعت الار ب2، لو الار طلعت ايكوال 2 هو مش عايز التو، هو عايز ار اوفر 3. فنركز قوي هو عايز ايه عشان ما تغلطش الغلطه دي. طب هو عايز ار اوفر 3، طب ما تقلب دي واقلب اللي قصادها. انت ما تنفعش تقلب دي وتقلب اللي قصادها، او اعمل يا سيدي كده. يلا بسرعه هنضرب كروس كروس، هيطلع 3r بلس 30 equals، بدل ما اقول equals اقول minus 18r equals 0، صح؟ انا احب جدا مرة واحدة يبقى minus 15r equals minus 30، او دي الناحية التانية، يبقى ال r equals 2. خلاص ال r طلعت ب 2، يبقى انت مش عايز ال 2، انت عايز ال r over 3. برضو دي من المسائل تحل بسرعة جدا وما تاخدش وقت، ماشي؟ و don't trap to answer C. ها؟ ناس كتير هتختار C. كمان extraneous solution ده معناه ايه؟ بيقول لك في حل غريب شويه مش هينفع، هيبقى سهل جدا وانت لازم تكون عارف قيمته ازاي. هنا مثلا مساله زي دي، هو المساله نفسها عايزك تجيب قيمه الزي، وات ذا فاليو. الحمد لله ما قال لي زي ماينس حاجه، يبقى انا كده سولف فور زي. خلاص سولف فور زي، انت عندك اليمين والشمال. خلاص انا عشان احل مساله زي دي خلاص اعمل هضرب هنا ملتبلاي في زي بلس 2، يبقى اضرب فوق في زي بلس 2، وهنا هضرب في زي ماينس 2، يبقى اضرب هنا برضو في زي ماينس 2. خلاص اصبح اللي تحت زي اللي تحت، خلاص يبقى انا كل مشكلتي في اللي فوق. كل مشكلتي في ايه؟ في اللي فوق. يبقى اصبح اللي فوق ايكوالز لبعضه، كاني بقول زي ماينس 2 تايمز زي بلس 2 ايكوال 4، صح ولا غلطان؟ تمام كده؟ زي بلس 2 في زي ماينس 2 اللي هي زي سكوير ماينس 4، دي الصيغه بتاعتها يعني ايكوالز 4، ماشي؟ وبالتالي اقدر اطلع الايه؟ الفاليو بتاعتي. وبعدين نشوفها كده في النكست بيج طلعت عامله ازاي. ادي طلعت كده بلس، طبعا في بينهم بلس مش مضروبين في بعض، عفوا يعني لو رجعنا للصفحه اللي فاتت ادي كده هنلاقيها زي ماينس 2 بلس زي
plus 2 equals 4 لما خدنا النوميريتور طاروا مع بعض اتبقت لي على طول 2z هيطلع 2z equals 4 يبقى z equals 2 خلاص دي الفاليو اللي هو عايزها. فعشان كده بقول لك المسائله دي من المسائل الظريفه جدا السهله بتعتمد على الديمينيتور والدومينيتور بتاعك اهو عمل خلى الدومينيتور زي بعض يبقى نساوي الدومينيتورز ببعض وفيهم بلس تنساش مش مضروبين في بعض. طيب بعد كده مساله برضو راديكال ثانيه سكوير روت اوف تي بلس 4 ايكوالز كذا. نخلي بالنا من السؤال كويس عشان ده تريكي قوي. بيقول لك ايه اقرا كده what is the value of extraneous solution. في حل مش سليم هنا يعني ممكن كلهم ممكن ينفعوا بس هل هي فيها extraneous solution ولا لا. نحلها كده step by step. هنعمل square root للطرفين عشان احل دي يبقى t plus 4 equal t square minus 4 t plus 4 فكتها مرة واحدة يبقى أصبحت t square ماشي minus 5t equal 0 كأن خدت t في t minus 5 equal 0 يبقى t equals 5 و t equal 0 يبقى t تنفع تكون equal 0 و t equal 5. ما ينفعش أقول t ب 0 بس ما ينفعش أقول t ب 5 بس ده غلط مش صح لازم الاثنين مع بعض. طبعا الفور دي غلط اصلا يبقى اذا الانصر الحقيقيه هي دي. ليه مفيش ولا واحده فيهم هو لازم يديني لو في فاليو بتقول لي t equal 0 and 5 اوكي تبقى صح t equal 5 and 0 دي صح لكن هو ما ادهليش وبالتالي نركز شويه في السؤال بتاعنا. اذا الانصر بتاعت الكويستشن ده هي دي خلاص. دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تكون عارفينها وقال لك ان البي تراب وكذا. طيب نخش في مسألة تانية زي دي solving for expressions. يمكن انا بس ارجع للجزئية دي since the equation is false t equal 5 then 0 is the extraneous solution the correct answer is A. يعني عشان بس هو جه عمل سبستيتيوشن بعد كده لما عمل سبستيتيوشن بال5 طلعت 2 على ناحيه الشمال و2 ناحيه اليمين فخد الاجابه ان 2 not equals 2 minus 2 عشان كده خد دي اكستيرنس سوليوشن بتاعه ماشي لما طلعت الاجابه مش سليمه. بعد كده سولف فور اكسبريشنز هو هنا برضو نفس الكلام يا جماعه عايز يعرف الكلام ده. هل هو قال لي هات قيمه الاكس؟ لا هو عايز ال 4x minus 6 مش عايز ال x. هنا بمنتهى البساطة هتكتب الإيكويشن بتاعتك 4x plus 2 equals 4. هو ما عايز كام؟ عايز 4x minus 6. لو هتقعد تجيب ال x وتعمل substitution تاني مش هتخلص ممكن تغلط. لا اعمل minus 8 minus 8 for both sides. ليه؟ لما تعمل كده هيطلع لك 4x minus 6 equals minus 4 جبتها في ستيب واحده. خلي بالك ده حاجه ماجيك شويه. يبقى انا ما عملت ماينس 8 للبص انا واحد يقول لي جبت الماينس 8 منين؟ اقول له اصل هو عايز ماينس 6. ماينس 6 تيجي ازاي من هنا؟ ان انا اعمل سبتراكشن لماينس 8 هلاقي دي الانصر الحقيقيه وبالتالي ماينس 4 هي الاجابه الصح. اتفقنا يا جماعه؟ طيب فكده احنا خلصنا جزء كويس من الانسرز اللي اتفقنا ازاي نحل بسرعه بمنتالي تقريبا منتالي عشان ندي الوقت الكبير للمسائل الطويله والمسائل القصيره نحلها بطريقه اسرع. وزي ما قلت من شويه المساله دي مهمه جدا يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده ما تحاولوش تحلوها بالطريقه التقليديه بتاعتنا اللي هي واحد هيجيب قيمه الاكس الاول تطلع الاكس بكذا وبعدين يعمل سبستيتيوشن هنا ويطلع الفاليو هتطلع صح طبعا بس هياخد وقت كبير. اللي قلنا بنعيد كلامنا تاني 4x minus او plus 2 equals 4 انت عايز تخلي دي minus 8 minus 6 يبقى خلاص طرحت من هنا minus 8 ماشي طلعت minus 6 اطرح من هنا minus 8 يديني رقم تاني زي ما عملناه من شويه هتطلع minus 4 هي الانصر الحقيقي. حاول تخليك يعني سريع البديهه في الحاجات دي. مساله تانيه square root of 5 equal x minus 2 هو عايز ايه برضو تركز عايز x minus 2 خلي بالك
مش عايز اكس، دي اسهل مساله، وعايز اكس ماينس 2 سكوير مش اكس ماينس 2 بس. طب ما هي اكس ماينس 2 سكوير هتساوي سكوير روت اوف 5 سكوير، بعمل سكوير روت الطرف سكوير الطرفين، يبقى خلاص تطلع 5، يبقى الانسر الحقيقيه هي 5. يبقى الاكسبريشن هو عايزه مش عايز الاكس. ركز يا جماعه، ما حدش يجيب الاكس كده عمال على بطال. طيب بعد كده ازاي احل ده بقى، ايه اخر جزء في وده اصعب جزء شويه في اللي احنا هنقوله، ازاي ما يكون عندي تو ايكويشنز، ازاي اجيب قيمه الاكس او الواي حسب ما هو طلب مني. فاداني مساله زي دي، انا بيقول لي دي كده ودي كده، عايز اكس ماينس واي، مش عايز اكس خلي بالك ولا عايز واي، عايز اكس ماينس واي. طب ما خلاص، ايه رايكم يا جماعه لو حطينا التو ايكويشنز دول تحت بعض؟ اول حاجه ما يجي لك عايز حاجه زي دي، حط التو ايكويشنز تحت بعض، ادي الايكويشن الاولانيه وادي الايكويشن الثانيه بلس 2y ايكوال 13. ايه رايكم لو عملنا سبتراكشن بينهم؟ ما هو هو عايز اكس، يبقى طرحنا دي من دي اديني اكس، طرحنا عملنا سبتراكشن دي من دي اديني ماينس واي، اهو يبقى الاكس جت بوزيتيف والماينس واي خلاص، يبقى السبتراكشن هو اللي هيجيب النتيجه. فاعمل هنا ماينس وهنا ماينس وهنا ماينس، الاجابه هتبقى ايه؟ الانسر هتبقى اكس ماينس واي، يا سلام، زي ما هو عايز بالظبط. تطلع كام؟ تطلع 1. خلاص الانسر 1 في ثانيه، حلتها في ثانيه. يبقى انا تو كراك ذيس بروبلم، هو حتى بيديك الستبس بتاعته، قال لك اول حاجه لما يجي لك بروبلم زي كده اول حاجه اجمعهم، ده 7 اكس وبتاع، لا ده كلام ما ينفعناش. اما عملنا سبتراكشن طلعت اهو اللي هو عايزه، طلعت ب 1، خلاص الاجابه 1، الانسر 1، خلاص ده السوليوشن بتاعها. طيب دي طريقه اولى. الطريقه الثانيه مساله معقده شويه بس محتاجه تشغل مخك فيها. ازاي؟ هنا equation number 1 number 2 number 3 وفي الاخر بيقول لك اديني الاكسبريشن ده بيساوي كام، اللي هو minus 10a plus 2b plus 2c equal كذا. خلي بالك ما فيهاش دي، ها ما فيش دي، يبقى لازم الدي تطير. يبقى اكيد هعمل اول حاجه ارصهم في ناحيه، البارامترز في ناحيه او الفاريبلز في ناحيه والنمبرز في ناحيه، وبعدين اشوف الطرح والجمع بينهم. تعال نعملها هنا قدام بعض. اول equation تتكتب ازاي يا جماعه؟ 3a minus 7b minus 4d equals minus 9، صح؟ دي الاولانيه. الثانيه نحط الايه في الاول، 10a خلي بالك من حاجه، خلي بالك من حاجه عشان بس نبقى واضحين مع بعض. اكتب لي هنا بلس 0d equal minus 9. الله ايه 0d دي؟ هوريك معناها ايه دلوقتي. انا عايز هنا دايما يكون a b c d، خلي بالك يا جماعه. خلاص نعيدها من الاول ثاني، عايز يكون دايما a b c d. ازاي؟ اهو نكتبه مره ثانيه، 3a minus 7b plus 0c، ما فيش c، minus 4d equals minus 9. ادي اول واحده. يبقى هنا دايما هنكتب الايز البيز السيز ديز وهكذا، وهنا النمبر. خلاص طب الثانيه واحده نكتبها ازاي؟ تعال نشوف الثانيه اهي، الايه فين؟ الايه 10a، كويس جدا 10a، وبعدين minus 6b، خلي بالك انا بودي الناحيه الثانيه بالماينس والكلام الظريف اللي انتوا عارفينه، وبعدين انا ماينس 4c، هل في دي؟ لا، يبقى بلس 0d ايكوالز 7، كانت بوزيتيف اوريدي الناحيه الثانيه. الثالثه يا جماعه ايه؟ الثالثه برضه الايه ماينس 2a، خلاص؟ مفيش بي، مفيش بي هنا، بلس 0b تمام؟ بلس 3c minus 4d equals 10. جميل، نشوف بقى نشغل المنتال عندنا. هو ايه اللي هو عايزه؟ ما فيهوش دي، الاكسبريشن اللي هو عايزه هنا اهو ما فيهوش دي، في 10a plus 2b minus كذا، عشان ما تتلخبطوش هكتبها لكم جنب بعض. هقول لك هو عايز ايه بالظبط، عايز minus 10a plus 2b plus 2c بيساوي كام. جميل، نعملها ازاي دي؟ يبقى الدي طارت. طب عشان الدي تطير مفيش دي، يبقى الايكويشن دي فيها ماينس 4 دي اهي، الايكويشن دي فيها ماينس 4 دي، الايكويشن دي فيها ماينس 4 دي، يبقى اعمل فيها بينهم ايه؟ سبتراكشن. يبقى انا اطرح الاولانيه من الثالثه، يبقى اذا الثالثه كلها هتكون بالماينس. بالماينس يعني ايه؟ يعني ده بقى بلس، ده بقى ماينس، ده بقى ماينس، ده بقى بلس. جميل، واجمع الاولانيه والثالثه، طيرت الدي. اللي بعديها هو عايز يكون في 2 سي و2 بي و10 ايه. طيب السي في الاولانيه ب
في الاولانيه في السي، الثانيه في 1 4 ودي 3، لو طرحتهم مش هينفع. يبقى اجي على المساله ديت اجمعهم كده، اعمل هنا ايه؟ ماينس بلس ماينس ماينس ماينس، ما ننساش الناحيه الثانيه يا جماعه بنعكس الاشاره كمان، بنعكس الساين. يبقى انا عملت ايه؟ عملت مالتيبليكيشن للايكويشن الثانيه كلها في ماينس 1، والمالتيبليكيشن للثالثه في ماينس 1، وعملت ادينج. اما اعمل ادينج للثلاثه دول هيحصل ايه؟ تعال نشوف ايه اللي هيحصل لما عملنا ادينج للثلاثه دول. خلاص عملنا ادينج، طلعت 5 ماينس 5 اي، وبعدين اعمل ادينج للثانيه 7 يبقى ماينس بي، بي واحده، وهنا عملنا ادينج لدول يبقى ماينس او بلس سي واحده ايكوالز كام؟ ده ماينس 26. جميل. هل هو عايز دول؟ لا، ده في تايمز 2. لو عملت تايمز 2 هنا وعملت تايمز 2 هنا هيديني الاكسبريشن اللي هو عايزه، هيبقى ماينس 10 اي ماينس 2 بي بلس 2 سي ايكوال ماينس 52. يبقى اذا الانسر بتاعتي ماينس 52. اتفقنا يا جماعه؟ بنشغل مخنا شويه، بنعرف تو اليمينيت، هاو تو اليمينيت، وات تو اليمينيت. هنا هو زي ما عملنا، عمل لهم ادنج طلعت حاجه غريبه جدا، عمل لهم سبتراكت طلعت حاجه اغرب. ماشي. ف يعني عمل سبتراكت بس بطريقه معينه، بالطريقه بتاعتي سبتراكت عمل، اما يعمل سبتراكت بيعكس الساينز، فقربت من الانسر. وفعلا لما عمل تايمز 2 في الطرفين طلعت له ال 52 اللي اتكلمنا عنها، وبالتالي الاجابه هي ماينس 52. صعبه بس لازم يا جماعه نشغل مخنا شويه فيها. اخر جزء تقريبا قبل ما نخش في الانيكواليتيز، الانيكواليتيز هتبقى ايه بالظبط، هو ده اخر جزء فعلا، هو solving for variables in equation. ازاي احل variable؟ هنا بقى عايز يجيب value of y، وممكن يطلب منك value of x على فكرة. احلها ازاي دي؟ عنده equation number 1 equation number 2 وعايز value of y. هنا هتلاقي عشان تطير ال x مع بعضها دي times 3 ودي times 5، ما ينفعش. لو جمعت ولا طرحت ولا عملت subtraction دي 8x دي minus 2x، لا نافع السبتراكت ولا نافع التاني. يعني بنحلها بدلاله ان ناخد فاريبل يجيب الثاني. يعني ايه؟ اخلي x equal something ولا اعمل ايه؟ لا، انا احسن حل هنا اضرب الايكويشن دي في 5 في 5، واضرب الايكويشن دي في 3، طبعا بوث سايدز بوث سايدز اضرب في 3، هلاقي بقت 15x، وبقت دي برضو 15x. اما اعمل سبتراكشن بينهم هيديني الواي لوحدها. فهمنا يا جماعه؟ تعال كده نعملها. خلينا بقى ايه ده التارجت بتاعنا، التارجت بتاعنا ان احنا نطير الاكس. نعملها ازاي؟ 3x اضرب لي الايكويشن الاولانيه كلها في 5، هتبقى 15x بلس 10y ايكوال 85. ضربت كله في 5 صح؟ طيب الثانيه هضربها في 3، اضرب الايكويشن الثانيه في 3 اللي هي دي. يلا 15x ماينس 20y equal 63 صح؟ اعمل subtraction بينهم. subtraction يعني دي ماينس دي بلس دي ماينس. يلا الاكس طارت 30y صح equals رقم هيطلع من هنا، وبالتالي تكمل البروبلم بتاعتك. اوكي، وبدون على هذا الكلام دي 12y على فكرة، سوري طبعا هنا غلط، دي 12y 12y يبقى 22 تطلع الواي ايكوال 1. خلاص، وبالتالي هنشوف الانسر اللي عملها. فعلا ضرب الاولانيه، عملت مالتيبليكيشن في 5، وعمل الثاني مالتيبليكيشن في 3، طلعت له الانسر كده، وبالتالي حل المساله كده. يا جماعه عرفنا الثري ميثودز اللي نقدر نعمل بيهم حل الايه الايكويشنز بتوعنا. وبكده يبقى خلصنا بارت 1 من الجبرا، وهنشوف طبعا مسائل منوعه الكلام ده ان شاء الله مع مرور الوقت. اشكركم جميعا، السلام عليكم.